بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ نكمل مع بعض الاكشن بتاع الشولدر ماسلز او عضلات الكتف، ويمكن الحركه الجديده اللي هناخدها النهارده الا وهي اللاترال روتيشن او الاستداره الخارجيه، اللي هو ببساطه هذا المشهد. تمام كده، شوف ده بنسميه اللاترال روتيشن او الاستداره الخارجيه لكل من الارم او لكل من الايه الشولدر جوينت، يعني على حسب، يعني سواء كان الشولدر جوينت او الايه او الارم. ودايما احنا بنقول انه لو احنا طالما قلنا كلمة شولدر جوينت أو مفصل كتف أو إن في أي حركة بتحصل على مستوى الشولدر جوينت، يبقى هذه الحركة بتتم بالضرورة على مستوى الأرم أو على مستوى الذراع. يبقى أنا طالما في حركة حصلت على مستوى الشولدر جوينت أو على مستوى مفصل الكتف، يبقى هذه الحركة هتبقى بالتأكيد في الإيه؟ في الأرم. وبالتالي لو لقيته بيتكلم على أي أكشن أو في أي أكشن بيكلمك على الشولدر، فبالتأكيد هو بيكلمك على الإيه؟ الأرم أو الذراع. خلاص كده؟ طيب. أخذنا بالفعل في الفيديوهات اللي فاتت إنه من ضمن العضلات المسؤولة عن هذه الحركة اللي هي حركة اللاترال روتيشن، لو احنا جينا برضو لاحظنا المشهد مرة أخرى، تمام؟ البوستيرو فايبرز أو الألياف الخلفية اللي في عضلة الدلتويد إيه؟ الدلتويد ماسل. يبقى الألياف الخلفية في عضلة الدلتويد ماسل بتبقى مسؤولة عن حركة الإيه؟ حركة الإيه؟ اللاترال روتيشن. أيوه، لغاية هنا. خلاص كده؟ إن أنا أجي من أول كده؟ أيوه. ده بنسميه الايه اللاترال روتيشن او الاستداره الايه الخارجيه، ودي بيبقى مسؤول عنها مين؟ الايه عضله الايه البوستيرو فايبرز، الالياف الايه البوستيريور من الدلتويد ماسل. طيب هنشيل البوستيرو فايبرز اوف ذا دلتويد ماسل، هيظهر عندنا هنا عضلتين. تمام كده، العضله الاولانيه تسمى الانفرا سباينيتس ماسل، والعضله الثانيه تسمى التيرس ماينور ماسل. وثبت عندك كده وسجل في التاريخ، دي بدايه الخيانات. بدايه الايه؟ بداية الخيانات. بمعنى ايه؟ تقول لي والله انا متعود او مفروض يعني حاجة اسمها الانفراسباينيتس او عضلة تسمى الانفراسباينيتس تشتغل مع السوبراسباينيتس، تشتغل مع العضلة اللي ليها نفس اسمها. تقول لك لا، الانفراسباينيتس ماسل ما تشتغلش مع السوبراسباينيتس ماسل، انما الانفراسباينيتس ماسل تشتغل مع العضلة اللي تحتيها اللي هي التيرس ماينور ماسل. وخد بالك برضو، التيرس ماينور ماسل خانت التيرس ميجور، التيرس ماينور ماسل اشتغلت مع الانفراسباينيتس. لا، براحه كده عليا، براحه كده عليا. هنا في هذه الرسمه او في هذا الثري دي انا بشرح لك ايه؟ بشرح لك حاجه محدده اللي هي اللاترال روتيشن او الاستداره الخارجيه للارم او للذراع، او ممكن اطلع فوق كده واقول للشولدر جوينت اللي مفصل الكتف. عرفنا ان البوستيرو فايبرز او الالياف الخلفيه لعضله الدلتويد اللي انا شلتها بتشارك في اللاترال روتيشن او الاستداره الخارجيه، كذلك بيشارك معاها في مساله اللاترال روتيشن عضلتين، الانفراسباينيتس والتيرس ماينور ماسل. وبذلك الانفراسباينيتس والتيرس ماينور ماسل شكلوا خيانه، لانه التيرس ماينور ماسل المفروض تشتغل مع صاحبتها اللي هي التيرس ميجور، لا ما تشتغلش معاها. الانفراسباينيتس تشتغل مع السوبراسباينيتس، لا ما تشتغلش معاها. يبقى انت كثبت عندك ان الانفراسباينيتس ماسل والتيرس ماينور ماسل بيخونوا اخواتهم، وان الانفراسباينيتس ماسل والتيرس ماينور ماسل الاثنين بيشتركوا مع البوستيرو فايبرز اوف ذا دلتويد او الالياف الخلفيه من الدلتويد في مساله الايه اللاترال روتيشن. نشوف المنظر ثاني كده، اهو ادي الايه المنظر اهو، تمام اهو، بص ادي المنظر اهو، شوف 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 العضلتين بيلعبوا ازاي، واخد بالك؟ شوف العضلتين بيحركوا ازاي، انا عايزك بس تشوف الايه الفكره بتاعه الايه الحركه. بص شوف هما بيحركوا الهيد اوف ذا هيومرس ازاي، شوف 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 يعملوا ايه، يعملوا لاترال روتيشن او ايه او استداره ناحيه الايه ناحيه الخارج. خلاص كده، طيب كلام جميل جدا. نيجي ناخد هنا بقى اكشن تاني او حركه تانيه من الحركات الموجوده عندنا، الا وهي حركه الايه الميديا روتيشن. بص كده، شايف انت المشهد ده؟ لو عملنا كده، ايوه اتفرجنا، بص ده اسمه الايه الميديا روتيشن اوف ذا ارم، ان انا احرك الارم او احرك الذراع ناحيه الايه ناحيه الميديال. وهنبدا نتعلم بقى ان شاء الله الفايبرز او الالياف في الفيديو اللي جاي اللي بتعمل الميديا روتيشن، لكن انا هبدا معاك باول الياف من الالياف ديت اللي هي الايه الانتيرو فايبرز او الالياف الاماميه في الدلتويد. يبقى الانتيرو فايبرز او الالياف الاماميه في الدلتويد بتبقى مسؤوله عن الميديا روتيشن او الاستداره في الارم او في الايه الشولدر جوينت. خلاص كده، بينما البوستيرو فايبرز اللي اخذناها من شويه دي بتبقى مسؤوله عن اللاترال روتيشن. شوف حتى الدلتويد ماسل فايبرز، حتى الياف الدلتويد بتخون بعضها. يبقى الانتيرو فايبرز تشارك في الميديا روتيشن، بينما البوستيرو فايبرز تشارك في اللاترال ايه روتيشن. وهنكمل الخيانات بتاعه الايه الروتيشن ان شاء الله لك في الايه الفيديو اللي جاي.